السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامج فتاوى طبية ومع الأسئلة التي وردت إلينا، ونجيب على أسئلتكم واستفساراتكم التي وردت إلينا والتي ترد إلينا إن شاء الله تعالى. منه السؤال، واحد بيسأل على هل في علاج بالإسمد وإيه هو الإسمد؟ ده باب في كتاب الطب للبخاري، الدواء بالإسمد والكحل، عنوانه كده الإسمد والكحل. والإسمد ده نوع من الكحل الهندي معروف عند العطار بيبيعوه، يعني ده علاج بيسموه علاج الرمد، ده حلو لعلاج الرمد. الإسمد والكحل من علاجات الرمد، فده وينوب مكانها أي قطرة أو أي حاجة معمولة جائزة، ده بيسموه علاج الرمد. وفي واحد بيسأل على الصعوط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعالج أو يتطبب بالصعوط، إيه الصعوط؟ كل ما يتناوله الإنسان في من أنفه، أي دواء يتناوله الإنسان من أنفه يسمى صعوطا، خاصة اللي يساعدك على العطاس، على العطاس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلقي على ظهره ويضع شيئا تحت كتفيه بحيث تمال رأسه للخلف هكذا، ثم يضع الصعوط في أنفه، وده موجود أيضا في كتاب الطب للبخاري باب العلاج بالصعوط. والباب اللي سبقه للسائل اللي بيتكلم عن الإسمد ده نوع من الكحل، واللي هو الباب فيك لفظين، العلاج بالإسمد والكحل. وذكر ابن حجر ده أمير المؤمنين في الحديث من المتأخرين زي البخاري كده، أمير المؤمنين في من سبقنا. اما بقى الحافظ ابن حجر له لقبين، امير المؤمنين في الحديث من المتأخرين والحافظ. قال لك انه انواع الاسمد والكحل، الكحل الهندي او الحجر الهندي ده علاج للرمد، وقلنا الصعوط أي شيء يتناوله الإنسان من أنفه، وتطبب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطبب يعني تعالج بالصعوط. وأيضا من الأسئلة، واحد بيقول نصحوني إن أشرب أبوال الإبل، وأنت قلت في سمعت الحلقة اللي فاتت وبتقول الدواء بألبانها وأبوالها. نعم، في بابين في كتاب الطب للبخاري رقم 5 و6،
رقم خمسة، الدواء بألبان الإبل. والباب رقم ستة، الدواء بأبوال الإبل. طبعا كل باب من دول ياخد الحلقة، لأن الحلقة قصيرة جدا. فكل واحد على حسب مرضه، إذا كنت مريضا واحد وصف لك لبن الإبل وأنت ما أنتش عايز تشربه، بتقول لا ممكن أشرب البول ولا أشربش اللبن، اشرب اللبن البول ولا حرج لذلك. في باب الدواء بأبوال الإبل، وفي بحث كبير إنه بيقتل فيروسات كثيرة من البدن، في البدن خاصة الكبد. وجماعة جو للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا مرضى هزالى، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بهم إلى الراعي للإبل، فعاشوا عند الراعي فشربوا من ألبانها وشربوا من أبوالها فصحوا وسمنوا وعفوا، فما كان منهم بدلوا النعمة بالكفر، قتلوا الراعي وسرقوا إبله يعني الجمال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتبعهم، فجزاء لخيانتهم كانوا مرضى وأكلوا وشربوا وصحوا وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل، تتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم صلى الله عليه وسلم. والشفاء على قدر الاعتقاد، الشفاء على قدر الاعتقاد. في بقى سؤال واحد بيقول سألناك قبل كده وما جاوبتش، لكن لا ده كان آخر الحلقة والحلقة انتهت. هل الأمراض لها أسباب نتجنبها؟ هل الأمراض لها أسباب نتجنبها؟ نعم، الأمراض لها أسباب، أسباب حسية وأسباب معنوية. الأمراض لها أسباب، أسباب حسية وأسباب معنوية. أنا بتكلم عن الأسباب الحسية والمعنوية من ناحية الشرع والدين، كذلك الأطباء يشرحونها بالنسبة للأمراض العضوية. أما الأسباب الحسية النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا عنها، اللي هي بتأتي عبر الأخلاط الرديئة. احنا قلنا الأسباب، واحد بيقول الأمراض لها أسباب كي نجتنبها، هو سؤاله كبير، بيقول حيث لا نجد الدواء والدواء غالي إلى آخره. الأسباب لها قسمين، حسية ومعنوية. إيه حسية؟ يعني حاجة محسوسة، وهي الناتجة عن الأخلاط الرديئة يعني الأكل والشرب. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وفي الحديث
فإن كان ولا بد آكلة. الحديث أوله بحسب ابن آدم، حديث آخر كل أحاديث صحيحة، بحسب ابن آدم لقيمات يعني تصغير لقمة يقمن صلبه، فإن كان ولا بد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا إنه من أسباب الأمراض كثرة الأكل، اقفل بقك ما تقعدش زي ما بيقولوا فاتح فمك ليل ونهار كده، أو فتح فمك على ليل ونهار من الأكل ده، كثرة الأكل مرض. والصحابة قالت نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. ومن أسباب الصحة إنك ما تدخلش أكل على أكل في بطنك، يعني أدخلت طعام في بطنك اوعى تدخل عليه طعام تاني إلا إذا هضمت اللي في بطنك وفي معدتك. دي من أسباب الصحة. وكنا ولو عايز تخش على النت ذكرنا أسباب الصحة والأسباب، وذكرها ابن القيم حوالي من 10 أسباب، إنك تعرض نفسك على الحمام قبل ما تنام، وفي العشاء بعد العشاء تمشي ولو 40 خطوة، يعني ومنها ما تدخلش الأكل على الأكل، ومنها لا تجامع بعد الطعام، لا تجامع على شبع ولا على جوع. فمن أسباب الأمراض حسية ومعنوية. الحسية بنقول النبي أرشدنا عليها، الواحد ما يملاش بطنه، وده من الأمر اللي بتسبب في الأمراض. معلش